في الكلمة التي ألقاها في القمة العربية الإسلامية التي عقدت مؤخرا في الرياض، قال جلالة الملك عبد الله الثاني: نجتمع في هذه القمة من أجل غزة وأهلها الذين يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا، وإلا فإن منطقتنا قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال نتائجه العالم كله. وأوضح جلالته في كلمته أن إسرائيل تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، إذ تستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات وفرق الإنقاذ وحتى الأطفال والشيوخ والنساء. وأضاف: نقول لكل مؤمن بالسلام وبكرامة البشر مهما كان دينهم، إن قيم الإسلام والمسيحية واليهودية وقيمنا الإنسانية المشتركة لا تقبل قتل المدنيين بهذه الوحشية التي تمثلت أمام العالم خلال الأسابيع الماضية، ولا يمكن أن نقبل أن تتحول قضيتنا الشرعية العادلة إلى بؤرة تشعل الصراع بين الأديان. وشدد جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة. وختم جلالة الملك عبد الله الثاني كلمته بأنه لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج، بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم. يترأس جلالة الملك الوفد الأردني المشارك بهذه القمة ويلقي كلمة الأردن. نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا. هذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من 7 عقود. إنها العقلية ذاتها التي تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة. إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير. وأتساءل اليوم، هل كان على العالم أن ينتظر هذه المأساة الإنسانية المؤلمة والدمار الرهيب حتى يدرك أن السلام العادل الذي يمنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين؟ هذا وأدانت قمة الرياض الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة. وأكدت القمة في بيانها الختامي ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، مشددة على أن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية وصاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول إليه. في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب دعم دور لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.